بقى هو مطلوب من الشاب لما يدخل عند حضرتك، انت بتعالجه لمدة 3 اشهر وبعد كده بيخرج، ايه البروجرام المتبع بقى البروجرام هو البرنامج في المريض في ال3 شهور مش موجود عشان يمتنع عن المخدر واكل ويشرب بينام. المريض بتعمل له جلسات فرديه وجمعيه عشان يشتغل على الافكار المغلوطه نفسيا المشاعر السلبيه الافكار المرتبطه بالادمان. بعلمه مصطلح ما يسمى الثقافه العلاجيه، ازاي بحمي نفسي من ان انا ما ارجعش تاني، وازاي اعيش حياه بدون مخدرات. بعلمه اليه بيمشي فيها، تمسك باللي انا علمته له او اللي اتفقنا عليه بيفضل مبطل، هيبدا يتنازع اللي اتعلمنا بيقع. طب وانت يا خالد ايه اللي خلاك ترجع بعد سنه؟ زي ما قال الاستاذ حسن كده، اللي انا نقيت من العلاج، يعني انا ما عملتش الروشته العلاجيه كلها، يعني انا كنت مفروض تاخد ادويه ولا علاج نفسي؟ لا مش قصه ادويه بقى، ده برنامج اللي هو التاهيل. اصل هو البرنامج ده مش دواء بس على فكره، ده تغيير في السلوك. تغيير في السلوك طبعا، يعني انا بتغير 180 درجه من واحد بيكذب ما بيكذبش، بنام متاخر، بنام يعني كنت بنام متاخر بقيت انام حاجات انا ما كنتش بعملها اتعلمتها جوه في المستشفى او المكان اللي انا دخلته، ساعدتني كتير للنهارده اللي انا وصلت فيه. فانا كنت بنقي شويه حاجات كده ومتحفز على شويه حاجات كده، وقعتني رجعت تاني. يعني كنت بتنقي اللي يعجبك واللي ما يعجبكش بتطنش عليه، صح؟ لحد ما يعني رجعت شربت. انت هو اصلا اسمه مرض مزمن، يعني قابل للانتكاسه، يعني ممكن اشرب مخدرات تاني. انا بعمل ايه عشان ما اشربش مخدرات تاني؟ يعني هو بيرجع برضه على اللي انا بعمله، الحاجات اللي انا بعملها. وعلى اصحابك اللي كنت بتقعد معاهم، مش كده؟ كل ده بيتغير بقى. ده من ضمن اليه التغيير، ان انا بقطع علاقتي بالمخدر من بعيد او مراقب اي حد له علاقه بالمخدرات. انا بتحول لانسان تاني زي ما خالد قال، بتنقل 180 درجه من انسان بلا هدف لانسان عنده هدف، من انسان بلا وعي لانسان عنده وعي، من انسان غير منظم لانسان منظم، من انسان سلبي وطاقه اذى في المجتمع لانسان ايجابي ومفيد لنفسه واللي حواليه. دي روشته العلاجيه اللي خالد بيتكلم فيها. تمسك بده بيفضل مبطل وحامي نفسه من المخدرات، تنازل عن ده شويه 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 بيرجع يقع تاني. طب خالد، هل المجتمع دلوقتي متقبلك ولا في حد بيقول لك ده انت يا عم كنت مدمن وانت يعني مش متقبلين الحاجه، ولا في ناس فعلا مرحبة بيك دلوقتي ان انت اتعالجت وتعافيت والحمد لله ربنا خد بيدك؟ يعني هو في الاثنين، يعني انا شفت نوعين من من اللي حضرتك بتقوليه ده. عندنا في مصر شويه المدمن ده وصمه عار، يا لهوي، مع ان هو في بيتنا ممكن اخوكي وممكن ابوكي وممكن طبعا ابن عمك وممكن طبعًا. وممكن لما انا بتغير لخالد مش لحد، مش اللي حوالين مني، الطبيعي بيتقبلني، يعني الناس اللي قدام مني بتتقبلني، لكن لو انا بعمل الحاجه دي عشان اللي قدام مني يقول عليا عشان ترضي حد معين بالظبط كده، لا طبعا محدش يبقى صح.